بزاف لي كونط، هنا 25 درهم. منين هاد الناس كيجيبوا هاد لي كونط هادو؟ منين؟ غنوريكم الطريقة كيفاش. نوريكم الطريقة هنايا عاوتاني، هنا على حسب، هنا 99 درهم بالنسبة لثلاث شهور، شهر 12 شهر 249 درهم. غتلقى هذا شاري غير ب 10 دولار ولا 20 دولار، ورابح فيه 49 درهم. نقول مثلا هذا 14 دولار مثلا، نضربوها مثلا في نقدر نبيعو ل 100 واحد، يعني عندنا هنايا 1400 دولار، يعني 1400 دولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مشروع جديد على قناتكم أفكار بسيطة ومربحة. اليوم جبت لكم واحد الفكرة اللي هي صراحة فكرة واعرة وبروجي واعر، وقال الدراري كيخدموا في هذا البروجي هذا، ولكن قليل الناس اللي كيقولوا هذا البروجي هذا، ولا اللي كيقولوا هذا المشروع اللي هو زوين بزاف ورأس المال ديالو قليل بزاف والأرباح ديالو كثيرة بزاف، كيف غنوريكم الآن في هذا الفيديو هذا اللي غادي نوضح لكم الطريقة ديال العمل وكيفاش غادي نخدمه ومنين غادي نجيبوا هذا الشيء اللي غادي نبيعوا الآن، ولا غادي نوريه لكم الآن في هذا الفيديو. عندي واحد الفكرة وواحد السوق آخر اللي هو محتكر انطلاقا من الناس اللي هما خدامين فيه في الساعة هذه وكيتصوروا منه فلوس كثيرة، وهو ديجيتال برودكت، يعني المنتوجات الرقمية، اللي هي المنتوجات الرقمية اللي الآن مطلوبة في الدول العربية بكثرة. يعني كيف شفنا من قبل في السنوات اللي قبل، اللي حتى شي واحد ما كيديرش في الشيء إلا الغرب، الغرب اللي هما اللي كيخدموا بهذا لي ديجيتال برودكت، سواء كتبيع لي لوجيسيل، كتبيع مثلا لي سيرفيس في المواقع، بحال مثلا كتبيع بزاف ديال الحوايج اللي هما ديجيتال، وبحال مثلا كتبها، كتبيع كتبها، كتبيع اي شيء اللي هو ديجيتال، يعني ماشي ملموس، وانك كتبيعو بواحد الطريقه اللي هي سواء كانت قانونيه ولا غير قانونيه. المهم حنا غادي نهضروا في المسائل اللي هي قانونيه الان في هذا الفيديو هذا، ونشرح لكم الطريقه ونشرح لكم مين غتجيبوا هذا من غتجيبوا هذا الديجيتال برودكت اللي غنهضروا اليوم على واحد القضيه اللي هي معروفه بالكثره ومطلوبه بالكثره، وهو نتفليكس. كتشوفوا ان نتفليكس دابا ولاو هاد المسلسلات اللي كيجيو في نتفليكس، وما كاينش فين تفرج الا انك كتشترك في نتفليكس، ونتفليكس رغم انها غاليه بزاف. و بهذه القضيه هذه حنا غادي نحاولوا مثلا نشريو هاد نتفليكس، هاد الحسابات ديال نتفليكس، ونعاودوا نبيعوهم باثمنه اخرى، وهذاك الشيء اللي غادي نشوفوا الان في هذا الفيديو. واخواني الحاجه اللي غادي نوصيكم عليها بزاف، انكم ما تشريوش، ما تمشيوش للمواقع اللي هما مواقع ماشي يعني مضمونه ومشبوهه، بحال مثلا ملي كتشري مثلا في شي مواقع اللي هي ما معروفاش بزاف، والطريقه ديال انك تعرف موقع معروف وموقع ما معروفش، يعني سهله جدا بسيميلر ويب، يعني كتشوف هذاك الموقع واش عليه الاقبال ولا الزيارات ديالو كثيره بزاف، وكتشوف لي كومونتير ديال هذاك الموقع واش هو نصاب ولا هو حقيقي، دوك الناس اللي كيبيعوا فيه وكيشريوا. اذا في هذه القضيه هذه اخواني، ان هذه الطريقه هذه اللي غادي نستغلوها يقدر تربح فيها تقريبا 1000 درهم في الاسبوع انطلاقا من بيع الحسابات ديال نتفليكس. وكيف كتعرفوا ان هذوك الباقات ديال نتفليكس يقدر يجيب باقه بدولار، كيف كتشوفوا اخواني هنا في هذا الموقع هذا، جبت لكم ثلاثه ديال المواقع على ما اظن، ولا اربعه، نعم اربعه ديال المواقع، كاين هذا زي تو يو، وكاين هذا الاخر هذا بلاي رابو، وكاين هذا ويم سنتر، وكاين اكونت بولت بايو، يعني هادو هما المواقع اللي معروفين لحد الساعه اللي كيكون فيهم بيع ديال لي كونت. كيف كتشوف اخواني دابا هاد الكونت هذا راه الا تحط بساعه، تحط بساعه باش تحط، وكيدير جوج ولا كيدير 3 دولار، هادشي اللي كيدير في الكونت، يعني على حسب اشنو بغيتي انت. مثلا بغيتي مثلا 30 يوم 360 يوم عام، بغيتي مثلا 6 شهور، اي حاجه بغيتيها في هذا الموقع انت كتدخل وكتشري، وكتشوف المميزات ديال هاد لي كونت هادو، وكتستغلهم وكديهم مباشره ملي كتحصل، ملي كتشري الاكونت كتديه مباشره، كدير ليه الاشهار مثلا في ماركت بليس. كيف غادي نشوفوا الان، ندخلوا للماركت بليس ونشوفوا الناس كيفاش كيبيعوا هاد لي كونت في الماركت بليس، وخصوصا في المغرب، يعني كنهضر على الناس ديال المغرب، نهضروا على الدراري ديال المغرب اللي باغيين يبيعوا واحد الحاجه اللي بلا ما يبرص راسو بانه يجيب سلعه من برا، يجيبها من الشينوا، ويتسنى الديوانات، الديوان اللي هي المسائل ديالو، خطرت الصداع هاد القضيه ولا هاد لاكوتي هادي ديال انك تبرص راسك بالنسبه للديجيتال برودكت او المنتوجات الرقميه، ما كتحتاج لا انك تدبر على اللي يجيب لك السلعه ولا والو، انت كتشوف غير هاد المواقع وهاد المنتديات هادو اللي هما مضمونين، كتشري لي برودكت ديالك وكتعاود تبيعهم في لي ستور ديالك. تقدر دير واحد ستور بحال مثلا هاد الشخص هذا، هاد الشخص هذا دار واحد ستور كيحط فيه هاد الباقات هادو، كيبيعهم بهاد الادمنه هادو، مثلا بحال نتفليكس، بحال مثلا كيبيع سبوتيفاي، وكيبيع مثلا هاد الباقات ديال هذا
ديال هاد بزاف ديال الباقات كاينين هنايا يعني امريكيه هنا بزاف يعني هذا هولو يعني مو ماشي بزاف ديال الفي بي ان كيبيعوا حتى هو كيبيع لي لوجيسيال بحال هذا فيلمورا يعني كلشي كيبيعوا داير هنا الصور ديالو وكيحط هاد البرودكت هادو اللي هما ديجيتال يعني كتضغط على برودكت بحال مثلا هاد الصور هذا مثلا الشخص هذا دار هاد الصور بعد ما مثلا كتضغط على باي هكا كديك مباشره ديال باي كتشري هاد البرودكت هذا كيبيعوا ب 5 دراهم يعني هنا عنده ستوك 5 دولار هذا مثال ديال هاد الشخص اللي دار هاد البرودكت هذا وغير باش نوريكم ان هاد الشخص هذا راه كيربح بزاف ديال الفلوس انطلاقا من كيبيع غير لي كونت ديال نتفليكس ولي كونت اخرين ديال الباقات الاخرين في الستور ديالو. كيف كتشوفوا اخواني هنايا يعني الطريقه سهله سهله بزاف بحال مثلا هاد الموقع هذا الاخر هاد الموقع اخواني اللي هو خطير خطير بزاف وزياره ديال هاد المواقع هادو زيارات كثيره بزاف يعني كان كتلقى موقع فيه مليون زياره في الشهر وازيد من مليون زياره في الشهر يعني باش كتعرفوا ان هاد الدومين هذا ديال بيع المنتوجات الرقميه عنده واحد الاقبال كبير بزاف وما كيحتاجش منك واحد المهاره كبيره وما كيحتاجش منك واحد المجهود باش انك تحصل على هاد لي كونت وتعاود تبيعهم في لي ستور ديالك. بحال مثلا هادو كلهم فوركا هادو كلهم فوركا غتلقى الاثمنه ديالهم طالعين شويه بالنسبه لهادو مثلا هاد نتفليكس هذا فوركا فيه شهر ب 14 دولار شهر ب 14 دولار هو عفوا 365 يوم ماشي شهر 365 يوم يعني عام ديال اسميتو نحولوها للغه العربيه باش الضمان لمده 365 ها هو كيف كتشوفوا ندير واحد العمليه حسابيه نقول مثلا هذا 14 دولار مثلا نضربوها مثلا في نقدر نبيعوا 100 واحد يعني هنا هنايا 1000 1400 دولار يعني 1400 دولار نديروا ليه مثلا غير نبيعوا حنا نبيعوا مثلا حنا غير 100 واحد ب 20 دولار مثلا نضربوها في 100 كيعطينا 2000 يعني 2000 دولار نقصوا منها ديك 1400 600 دولار هذيك 600 دولار اللي رابح ديك 100 انت ربحتي 600 دولار بخير. الناس الطريقه باش تخدم كاينين كونتات اخرين كيبيعوا مثلا بدولار بحال هذا الكونت هذا يعني هذا كيبيع بدولار كيف كتشوف اخواني كونت نتفليكس بدولار ها هو دولار 0.99 سنت 1 دولار 2 دولار 4 دولار يعني كلهم هادو دي كونت نتفليكس بالجوده العاليه. كيف كتشوفوا اخواني هذا هذا فيه تقريبا عام كيف كتشوفوا هنايا عام 12 شهر نردوها العربيه باش تفهموا مزيان هو لمده 12 شهر ضمان مضمون 100% وطريقه ديال الدفع راه فيها بزاف ديال الطرق فيها بزاف ديال الطرق ديال الدفع. كيف كتشوفوا هنايا المميزات دي مثلا ديال هذا كيف كتشوفوا اخواني تسليم فوري عرض البيع تسجيل دخول دعم فوري في حاله وجود اي اسئله هنا كيعطيك سيكون هناك 3 عملاء اخرين فتره التضمين فقط على مشتري التجزئه بالنسبه للمشتري الجمله يكون موظف فقط في وقت البيع يرجى قراءته مثلا كذا يعني بزاف بزاف يعني كتقرا هذه المعلومات كاملين وكتواصل معاه والناس كانت هناك مشكله في الاتصال ارسل البائع يعني هناك اعمل بشكل جيد يعني كتشوفوا هنا التعليقات ديال الناس اللي شراو شفتيهم تم ارسال الوصول الى الفور كل شيء يعملوا خدمه رائعه يعني كتشوفوا الناس كيفاش كيشريو ولا كيفاش كيبيعوا هاد لي ديجيتال برودكت ولا هاد لي سيرفيس ولا هاد المنتوجات الرقميه بكل سهوله والارباح ديالها صراحه واعره بزاف يعني كنشوف الدراري بزاف كيبيعوا هاد لي ديجيتال برودكت بطريقه زوينه وبشكل زوين وكاينين مواقع اخرين من غير هادو مواقع اخرين كاين هاد المواقع ديال اكونت بوت ويو يعني هنا كتشوفوا كيف كتشوفوا اخواني هنايا ها هو نتفليكس كيف كتشوفوا هنايا بغيتي اتش دي بغيتي يو اتش دي يعني على حسب اشنو باغي نتايا ها هما لي ستوك انا مثلا بغينا اتش دي ها هو بغيت تقام عليك مثلا بعام بغيتي عام ب 14 دولار ب 15 دولار بغيتي 6 شهور بغيتي 3 شهور بغيتي شهر هادو هما اللي كاينين باغ اكزومبل بغيت مثلا هنايا بغيت مثلا هنايا عام كدير عام وكدير كتدخل هنايا وكتانسكريا بعدا مع هاد الناس هادو مع هاد الموقع كدير روجيستري وكتدخل للموقع وكتشري نتفليكس ديالك وكتبيعو في مواقع اخرى بحال الفيسبوك كيف كنشوفوا الان في الفيسبوك. نعم اخواني كيف كتشوفوا الان قدامنا هنايا الماركت بليس الماركت بليس هو نتفليكس غير ب 29 درهم ضمان طيله مده الاشتراك طريقة الدفع سياش بنك مغربي وهنا عاوتاني هنا كونت اخر ب 40 درهم هنا ب 30 درهم تواصل معاه بغيتي بايبل سياش بنك وهنا عاوتاني هنا بزاف لي كونت بزاف لي كونت هنا 25 درهم منين هاد الناس كيجيبوا هاد لي كونت هادو منين غنوريكم الطريقة كيفاش نوريكم الطريقة هنا عاوتاني هنا على حسب
انا كنت 90 درهم بالنسبه ل 3 شهور، شهر 12 شهر 249 درهم، غتلقى هذا شاري غير ب 10 دولار ولا 20 دولار ورابح فيه 49 درهم. نعم تاني بزاف 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 ديال الناس، نتفليكس 4K 30 درهم، يعني هاد الناس هادو راه كيشروهم باقل ثمن. ونفس الشيء الاي بي تي في تا هو، لي زاي بي تي في تا هما هذا عام 250 درهم، كلشي كلشي هنايا الناس خدامين كيبيعوا كيشروا في هاد لي ديجيتال برودكت هنايا. شهر ب 49، عام ب 379، الثقه والامان، يعني كتعطيك طرق الدفع وكتعطيك لا نيميرو التليفون ديالو كتواصل معاه كتشري، يعني كلشي تقدر تشري هنايا وتعاود ليه تبيعه عاوتاني، يعني عندك الاختيار، غير هنا كيكون غالي بزاف مقارنة مع المواقع هادو اللي وريتكم، يعني هما هادو هاد لي كونط هادو كيتشراو من هنايا، كيلقى من هنا، وخصوصا دول 30 درهم، يعني 3 دولار 30 درهم 40 درهم هكاك تيشريه وتيعاود ليه البيع، وكيدير هاد لي بوست هادو في النت في الماركت بليس، وكيبيع مع راسو لي كونط، وهالفلوس داخلين تقريبا. الى باع غير مثلا نقول مثلا هذا مثلا باع واحد اربعة لي كونت، هذا ديال 370 درهم مثلا، 370 درهم مثلا، 379 درهم مثلا، باع واحد باع تقريبا 10 لي كونت، ولا باع مثلا 20 كونت، نضربوها في 20 كتعطينا 7580 درهم، 20 كونت ب 7580 درهم، ها هو باخر، هما الفلوس داخلين بدون انه يدير شي مجهود. ونفس الشيء لا يبيع شهر كذلك. المهم انتم الفكره وصلتكم والطريقه وصلتكم كيفاش غادي تحصلوا على هذه المواقع ولا على هذا لي كونت هادو، غنحط لكم هذه الروابط في صندوق الوصف، انتم ما عليكم غير تدخلوا لهذه المواقع هادو وتسجلوا فيهم، بحال مثلا هذا تسجلوا في هذه المواقع كاملين ودخلوا، ووريتكم الفكره انتم قلبوا وزيدوا قلبوا، يعني على هذه المنتوجات هادو اللي هما ديجيتال برودكت، لان المنتوجات الرقميه هي اللي غتبقى خدامه من القدام، سواء هادو سواء الاي بي تي في، هما نفس الشيء، قلبوا على مواقع الاي بي تي في وغتلقاوهم تقريبا، غتلقاوهم هنا نيت في هاد غادي غير لا روشيرش، مشيو لهنايا وديروا لا روشيرش هنايا الاي بي تي في هكا بحال هكا، وتقلبوا عليهم هكا غتلقاوهم اخواني، ها هما كيف تشوفوا هنايا كلشي ديجيتال، هما ديجيتال جودز. شوف الاي بي تي في شحال دايرين، شوف هذا الاي بي تي في، شتو هذا ديال الاي بي تي في سبورت، ندخلوا لهذا وشوفوا اخواني، انا حط الايميل ديالو الاي بي تي في ب 15 دولار، يعني كلهم دي كونت اي بي تي في كتشريه وكتعاود تبيعو في مواقع اخرى، هذا 86 دولار 12 شهر في تقريبا 12050، 12050 قناة بالكاليتي ديال الام تي يو اش دي، وهادو هادو كلهم شو هادو كلهم يعني كيخدموا على سمارت تي في، وكيخدموا على كلشي كيخدم على هذا، وفيهم لي بريميوم شانيل، وفيهم لاديول شانيل، وفيهم اللايف تي في، كلشي خدام هنا، كلشي خدام بثمن كتاخذو كتانفيستي هذا الثمن هذا، كتعاود تبيعو بثمن اخر كتربح عليه فلوس اخرى. وهذه هي الفكره اخواني، وهذا هو المشروع، وكنتمنى يعجبكم هذا المشروع هذا وتعجبكم هذه الفكره هذه، وتحاولوا تنوضوا وتخدموا، ما فيها حتى شي تعب، تكون في دارك وتكون يعني خدم غير عقلك وانت خدام، كيف كتشوفوا الناس راه خدامين في المغرب، هما راه الناس خدامين في المغرب، كيف تشوفوا اخويا يعني كلشي هنا خدام بهذه الطريقه هذه، وكيف كتشوفوا اخواني كلشي هنا خدام بطريقه ديال انه كيبيعوا الاي بي تي في، وكيبيعوا الحسابات ديال نتفليكس ومجموعه من الاشياء هنا يعني بكل سهوله. وكنتمنى يعجبكم اخواني تعجبكم هذه الطريقه هذه اللي وريتكم، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.